أخلت إدارة معرض فارنبرا للطيران أكبر معرض للطيران في العالم. أخلت جميع المباني في المعرض بسبب هطول أمطار غزيرة أدت لفيضانات في جميع أرجائه. وعبرت الإدارة عن خشيتها من تسبب الأمطار في حدوث حرائق أو ماس كهربائي، ما قد ينذر بحدوث كارثة، خاصة وأن المعرض يمتلئ بالأسلحة. محمد طه كان هناك وقت وقوع هذه الأزمة. معرض فامبرا للطيران والدفاع، أحد أهم معارض الطيران في العالم، أصبح بدون طيران، فقد قررت إدارة المعرض تعليق العرض الجوي وقطع التيار الكهربائي عن جميع المباني فور هطول أمطار غزيرة على جنوب غرب لندن حيث يقام هذا المعرض. أرضية المعرض تحولت إلى برك من المياه، وأرضية أيضا مهبط الطائرات تحولت إلى برك من المياه، مما تعذر حدوث أي أنشطة في المعرض خلال هذا الوقت. وكما يقولون هنا في المعرض، تحول معرض الطيران إلى معرض للقوارب، حيث امتلأت الأرضية بالمياه الغزيرة وفيضانات من المياه. وبدلا من الحديث عن الصفقات وأهم المعروضات في هذا المعرض المهم، فأصبح الشغل الشاغل لجميع زوار المعرض هو التدفق خارج المعرض في وقت واحد والعودة بأمان إلى منازلهم. نشرتنا انتهت. يمكنكم دوما متابعة آخر الأخبار والتقارير على موقعنا على الإنترنت bbcarabic.com وعلى صفحتينا على فيسبوك وتويتر. كما يمكنكم المشاركة بآرائكم في برامجنا التفاعلية ومشاهدة البث الحي لبي بي سي على الموقع أيضا. ألقاكم بعد قليل.